الواد وكي كان حفظه على ست سنوات ونصف كان قد فاز في المسابقة الوطنية ولم ينجح في المسابقة الوطنية لقلة خبرته فقط لقلة خبرته ست سنوات في المسابقة الوطنية وبعد ذلك كرمنا الله إذا عندما بلغ 32 حزب توفى أبوه توفى والده عندما توقف في ذلك الوقت عند صورة التنبية وبعد 40 يوما توفت جدته وثم توات علي بعض المصائب وبعض الشدائد والحمد لله هذا هو الشيء الذي أقوله بالنسبة وأتمنى إن شاء الله أولاد المسلمين يكونوا بسبب النجاح سواء في الجزائر أو في غير الجزائر وهذه الجمعية التي تمنى الله عز وجل يوفقهم ويقدرهم ويكون معهم ربي يكون معهم ورب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا Oh.